مرحبا يا أطفال الصغار، كيف حالكم؟ اليوم سنتشارك سويا في تكرار كلمات وعبارات بلفظ واضح. هيا اجلسوا في مكان هادئ وشاهدوا الفيديو حتى النهاية. نشاطنا اليوم عنوانه عدية ماما ماما نحن جياع. لتنفيذ هذا النشاط ستحتاجون إلى صور تعبر عن العدية، صور لأطعمة مختلفة، عدية ماما ماما نحن جياع. ماما ماما نحن جياع، فمتى نأكل؟ نحن جياع. انتظروني يا أولاد، إن القدرة على النار تغلي تغلي، أعرف شغلي، هل أنا أسرع من ناري؟ انتظروني يا أولاد، ماما ماما نحن جياع. الآن يا أطفال سوف أطرح عليكم مجموعة من الأسئلة حول العدية، فكروا ثم أجيبوا. لمن ينادي الأولاد؟ فكروا. أحسنتم، ينادي الأولاد لأمهم. لماذا ينادونها برأيكم؟ فكروا. لأنهم جائعون ويريدون أن يأكلوا. أحسنتم. وماذا أجابتهم؟ فكروا. انتظروني يا أولاد، إن القدرة على النار. أحسنتم. برأيكم ما هو الطعام الذي تحضره لهم أمهم؟ فكروا يا أطفال، ما هو؟ يم يم يم، إنه طعام لذيذ، أليس كذلك يا أطفال؟ الآن يا أطفال سوف نقوم بتمثيل العدية. ماما ماما نحن جياع، فمتى نأكل؟ نحن جياع. انتظروني يا أولاد، إن القدرة على النار تغلي تغلي، أعرف شغلي، هل أنا أسرع من ناري؟ انتظروني يا أولاد. ماما ماما نحن جياع. تعلمنا اليوم عدية ماما ماما نحن جياع. وسنتدرب أكثر من خلال ترداد العدية وتمثيلها. إلى اللقاء يا أطفال، أراكم في فيديو جديد، وأنا أنتظر الفيديوهات والصور والتسجيلات الصوتية الخاصة بكم.